السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية، كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأتمنى من الله أن نعود إلى مساجدنا سالمين وأن ينتهي هذا الوباء وأنتم جميعا بألف خير. سوف أتحدث في هذا المقطع من الفيديو الأخير لمحاضرة صنع القرار الأخلاقي عن خطوات ومعيقات صنع القرار وأيضا التطبيق على القرار الأخلاقي، حيث أن زميلاتي دينا وإسلام قد أتموا النصف الأول من المحاضرة، والذي يناقش تعريف القرار وماهية القرار وأهمية القرار وأنواع القرارات، منها القرار الأخلاقي وغيره من الأنواع. ولقد قامت زميلتي إسلام بالتطرق إلى نظريات القرار الأخلاقي وأيضا المهارات التي يجب أن تكون موجودة في الشخص الذي يصنع هذا القرار. وسوف أستكمل معكم. أنا أمينة سعيدة علي، وماجستير إدارة صحية من الجامعة الإسلامية مستوى أول، الخطوات والمعيقات وكذلك التطبيق. في البداية، The process of ethical decision making. Various models for ethical decision making are available in the literature, but all share some basic component or system. لما بدنا نحكي خطوات أو آلية صنع القرار الأخلاقي، صدقا لقد بحثت في الكثير من المواقع والكثير من الكتب، سواء التي لها علاقة بالتمريض أو بالطب بشكل عام، أو بعض المواقع التي لها علاقة بصنع القرارات التجارية. كان هناك عدة نماذج وعدة خطوات، ولكن جميع هذه النماذج والخطوات تشترك في شيء واحد، وهي خطوات صنع القرار الأخلاقي. منهم من يدمج الخطوات على خمس مراحل، ومنهم سبعة، والبعض على تسعة مراحل. ولكن أنا هنا قد استخدمت مرجع يعود إلى التمريض، وهو يناقش خطوات صنع القرار الأخلاقي في ثمانية نقاط. In making ethical decision, it is necessary to perceive and eliminate unethical options and select the best ethical alternative. The process will help you think more deeply, understand the perspective of other, and justify your final choice. زي ما احنا بنحكي بهذا السلايد، انه عملية صنع القرار بتساعدني ان انا افكر بعمق، وافكر اكتر واكتر واكتر، واحاول اني انا افهم المشكلة الاخلاقية الموجودة عندي قبل ما اصدر اي قرار. وايضا قبل اصدار القرار بدي اكون انا حطيت عدة اوبشنز وشفت هاي التبعيات لكل قرار من الأوبشنز اللي أنا حطيتها، على أساسها بعد ذلك أقوم باختيار القرار الذي يعد أخلاقيا، وفي نفس الوقت أعتقد أنه صائب مع التبرير له. وسوف نتعرف في السلايد القادمة على خطوات صنع القرار. The process of making ethical decision requires. تتطلب عملية صنع القرار بعض المتطلبات، منها واحد commitment، وهي the desire to do the right things regardless of the cost. لازم يكون لما بدنا أنا أصنع قرار أخلاقي، لازم يكون عندي التزام بهذا القرار، ويكون عندي بنفس الوقت بجانب الالتزام رغبة داخلية إني أنا بدي أعمل الأشياء الصحيحة والأخلاقية بغض النظر، سواء عن التكاليف، سواء كانت هذه التكاليف تكاليف مالية أو كانت تكاليف أخرى. على سبيل المثال، لو أنني في مكان العمل، لقد رأيت زميلا لي يفعل أمرا غير أخلاقي. على سبيل المثال، يتناول بعض المسكنات والأدوية المخدرة حتى يستطيع إكمال دوامه طبيعيا، أو أن يستكمل دوام شيفت نايت. هذا يعتبر عملا غير أخلاقي، وأنا بصفتي زميل له، وقد نصحته عدة مرات وتحدثت إليه
بكثير من الأمور يتوقف علي هنا أن أقف مع ذاتي وأن أقرر. بعد أن نصحته ماذا علي أن أفعل؟ هل أقوم بالشكوى عليه للإدارة؟ أم أتحدث إلى زميل آخر بصفة ودية حتى يتحدث إليه مرة أخرى؟ لذلك نقول أن الالتزام مهم. 2. Consciousness. The awareness to act consist and apply moral convictions to daily behavior. بدي يكون عندي وعي دائم ودائما تطبيق قراراتي بشكل أخلاقي وبسلوك أخلاقي. Competency. The ability to collect and evaluate information, develop alternative and forces, potential consequence and risk. بده يكون عندي الكومبتنسي معناها كفاءة. عشان يكون عندي كفاءة بده يكون عندي قدرة على جمع المعلومات وتقييم هذه المعلومات وإنشاء مجموعة من الخيارات والأوبشنز وتقييم هذه الخيارات من ناحية تبعيات هذه من ناحية تبعيات هذه الخيارات وأيضا مخاطر اتخاذ هذا القرار. يجب دراسة القرار من ناحية من النواحي الإيجابية ومن النواحي السلبية أيضا، وسوف نتطرق له في خطوات صنع القرار. The process of ethical decision making. عندنا 8 خطوات لصناعة القرار الأخلاقي، سوف أتحدث عنهم هنا step by step، خطوة بخطوة. ويجب أن أنوه أن السير بهذه الخطوات سوف يؤدي بنا إلى اتخاذ قرار أخلاقي سليم والنجاح به وتطبيقه بطريقة سليمة. Identify the ethical problem. 2. Collect relevant information. 3. Identify affected parties, stakeholders. وسوف نتعرف على مفهومها عند شرح كل خطوة على حدة. 4. Identify alternatives. 5. Identify consequence. 6. Make the best decision. 7. Act or implement the decision. 8. Evaluate and review decision. دعونا الآن نتطرق إلى هذه الخطوات كل واحدة منهم على حدة ونرى ماذا يجب علينا أن نفعل في كل خطوة. Step 1. Identify the ethical problem. The first step of the ethical decision making process is to ask. في هاي الخطوة لما أنا بدي أحدد المشكلة لازم أسأل السؤال التالي. What is the ethical question? إيش هو السؤال الأخلاقي؟ إيش القضية الأخلاقية اللي أنا محتاج أتخذ فيها قرار؟ The most critical and significant step in any decision making process is to determine why a decision is called for and identify the desired outcome. هاي خطوة أساسية في صنع القرار، إن أنا أحدد المشكلة بشكل صريح، أحدد القضية الأخلاقية بشكل واضح وأعلم ما هي المشكلة حتى أستطيع إيجاد الoutcome التي نتحدث عنها هنا وهي النتائج المرغوبة. أي أن تحديد المشكلة بشكل صحيح يساعدني للوصول إلى النتائج التي أرغب بها. Once the problem has been recognized, the decision maker must clearly state the ethical question considering all aspects. هيك احنا تعرفنا على الخطوة الأولى. الخطوة الثانية collect relevant information. Questions to ask who, what, where, when, how and why. بدي أسأل حالي مجموعة من الأسئلة عند جمع المعلومات، لأن هذه الخطوة مهمة للغاية، حيث أن جمع المعلومات عملية مهمة في صنع القرار.
لأنني هنا أجمع المعلومات حول المريض، أهل المريض، المؤسسة، الطبيب، وعلى خلاف ذلك كل شخص يتعلق بهذا الموضوع أو بغيره علي أن أجمع المعلومات حوله. Gather information to make an informed decision. أنا بأجمع المعلومات على أساس أني أصنع قرار مبني على المعلوماتية، زي ما بنبقى نحكي evidence-based medicine، الطب المسند بالبراهين. إحنا هنا بنجمع المعلومات على أساس أنه نصنع قرار أخلاقي مسند بمعلومات صحيحة. Information regarding the values of the parts involved and including those of the healthcare provider is needed. المعلومات اللي أنا بدي أجمعها بدها تتضمن القيم والأخلاق لجميع الأشخاص المتعلقين بهذا الأمر، وسوف نعرض في السلايد القادم من هم الأشخاص الذين يتعلق بهم الأمر وكيف أستطيع تحديدهم وما هو المصطلح الذي يطلق على هؤلاء الأشخاص. Don't jump to conclusion without the fact. ما بينفع أنا أفوت زي ما بيحكي عنها jump، أفوت من identify the problem، من تحديد المشكلة، على الconclusion إني أتخذ القرار select the decision without collect information. However, facts may be difficult to find because of the uncertainty often found around ethical issues. Some facts are not available. ولهي الأسباب بنحكي إنه عملية جمع المعلومات عملية أساسية ودقيقة جدا، وتتطلب التمحيص والتدقيق في البيانات والمعلومات التي سوف نبني عليها هذا القرار. ويمكن أن تكون هذه المعلومات غير موجودة. Step 3، الخطوة الثالثة. Identify the affected parts. Stakeholders. سوف نتعرف من هم الستيكهولدرز وماذا نقصد بهم. Identify all of the stakeholders. مين هم الستيكهولدرز؟ Is someone who will be affected by the decision to be made. أي شخص سوف يتأثر بالقرار الذي سوف أقوم بأخذه يعتبر stakeholders، سواء كان هذا الشخص من أقرباء المريض أو كان من المؤسسة نفسها أو كان healthcare provider. بعض الأسئلة: Who are the primary or direct stakeholders? Who are the secondary or indirect stakeholders? بداية بدي أعرف مين الأشخاص التي تتعلق بهم هذه المشكلة الأخلاقية بشكل أساسي. Direct، الأشخاص المتأثرين بالبداية، ومن ثم سوف أتعرف على الأشخاص الذين يتأثروا بهذه القضية بشكل غير مباشر أو بشكل ثانوي. Why are the stakeholders for the issue؟ بدي أعرف ليه هدول الستيكهولدرز أو الأشخاص تتعلق بهم هذه القضية، ليه هاي القضية بتهمهم. What are the values of stakeholders؟ وهي حاجة مهمة جدا لأنه اتطرقنا إلها في السلايد اللي قبل، وحكينا بدنا نجمع معلومات حول الـ values of stakeholders. Values of stakeholders، بدي أنا أجمع هنا القيم والثوابت التي يعتقد بها هؤلاء الأشخاص المتأثرين بقراري حتى أستطيع صنع قرار يتوافق معهم ولا يضر بهم. Perspective taking، بعد ما أنا أخذت وجهة نظر هؤلاء الأشخاص، طبعا حتى أستطيع أخذ وجهة النظر لهؤلاء الأشخاص الستيكهولدرز يجب أن أضع نفسي في أماكنهم وأن أرى المشكلة من وجهة نظرهم هم، بعيونهم هم.
Step 4 Identify alternative. هنا بعد أن تعرفنا ما هي المشكلة وما هي المشكلة والأشخاص المتأثرين بهذه المشكلة والتي والذين يمكن أن يؤثر هذا القرار بهم، وتعرفنا أيضا وجمعنا أيضا المعلومات، سوف نبدأ بوضع بعض الحلول التي يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار وتكون في صالح المريض أو غيره. وفي أثناء وضع هذه الحلول يجب أن نراعي أن تكون هذه الحلول مبنية على أساس أخلاقي. في هذه الخطوة نسأل What are the options or alternative؟ إيش هي البدائل؟ ما هي الخيارات؟ تتطلب هذه الخطوة brainstorming to identify all possible options. Often the best decision is not the first to come to mind. طبعا كلنا بنعرف انه اول فكرة بتخطر على بال الانسان غالبا مش هي الفكرة الاساسية او مش هي الاشي الصحيح، لانها بتكون غالبا بفعل انفعال الشخص او بفعل حبه. غالبا ما تكون العواطف هي المسيطرة في الفكرة الاولى، والعقل ليس له اي قرار في هذه اللحظة، لذلك يجب أن نتروى عند وضع الخيارات الأخرى. This step forces one to stop and view the situation from all angles. طبعا هاي الخطوة بتخلي أو بتساعد الشخص وبتجبره على أنه يتوقف ويفكر مطولا في هذا الموقف وينظر إلى المشكلة من جميع الجوانب ومن جميع الزوايا. Consider as many as solutions as possible. بدي أحاول قد ما أقدر أحط حلول كتيرة، بس طبعا ضمن المشكلة وليس خارج إطارها، وأن تكون هذه الحلول يمكن أن تستخدم لحل المشكلة وليس فقط افتراضات بعيدة كل البعد عن الواقع. It requires an open mind to recognize there is often more than one answer to a problem. بحتاج طبعا عقل متفتح على أساس أني أدرك المشكلة وأقدر أني أختار وألاقي حلول لهاي المشكلة. Step 5 Identify the consequence. كما تطرقنا سابقا، أي حل من الحلول التي قمت باختيارها على أن تكون في قائمة الخيارات للقرار الذي أريد صنعه يجب أن تكون لها تبعيات، ويجب أن تدرس هذه التبعيات سواء كانت positive or negative. Think about potential positive and negative consequences for affected parties by the decision. What are the magnitude of the consequence and the probability that the consequence will happen? طبعا بدي أعرف قد كم احتمالية كل تبعية من تبعيات قراري احتمالية حدوثها ومدى تأثيرها على المريض وعلى جميع الستيك هولدرز، سواء كان المريض أو المؤسسة أو الطبيب المعالج. Short term and long term consequence will decision be valid over time. Focus on the ethical principles. طبعا ما بدنا يغيب عن بالنا، احنا هنا بنحكي عن صنع قرار وبين قوسين بنحكي بنفس الوقت صنع قرار أخلاقي. ما بدنا يغيب عن بالنا موضوع الأخلاق واحترام الأخلاق واحترام المريض وخصوصية المريض وكل ما يتعلق ويندرج تحت كلمة أخلاق، ومنها autonomy, beneficence, non-maleficence and justice and ethical values and concept, paternalism, confidentiality and informed consent. المقصود بكلمة paternalism هنا الأبوة. طبعا في حال كان المريض طفلا أو لا يستطيع أن يقرر هو، نتحدث مع أبويه
ويجب أن يؤخذ قرار الأبوين بعين الاعتبار، لأنهم من الأشخاص المتأثرين بهذا القرار، أي stakeholders. Step 6، الخطوة السادسة، make the best decision. في هذه الخطوة نسأل what should I do؟ ماذا يجب أن أفعل؟ What do I think is the best options based on the core values of the stakeholders؟ ما هو القرار وما تفكيري بالقرار المناسب والخيار المناسب الذي يعتمد؟ يجب ألا تغيب هذه الكلمة عنا، based on، يعتمد على core values of the stakeholders. نرجع بنكرر، values of stakeholders is most important. When acting alone, this is the natural next step after selecting the best alternative. هنا سوف نفرق ما بين أخذ القرار الأخلاقي بحق المريض أو غيره، إن كان الشخص المتخذ القرار decision maker وحده أو كان ضمن group أو جماعة أو كان في multidisciplinary approach. إذا كان وحده فإن الخطوة لما بعد اختيار الخيار المناسب أو القرار المناسب هو تنفيذه فقط. أما إذا كان داخل مجموعة أو كان داخل جروب ويعمل ضمن هذه المجموعة، فإن عليه أن يعمل داخل هذا التيم ويدرس كل ما هو داخل هذه القضية ويضع الخيارات التي يراها مناسبة في بروبوزل، والأشخاص الآخرين أيضا عليهم فعل ذلك، ومن ثم تقدم جميع الخيارات وتبعياتها للنقاش من قبلهم جميعا حتى يتم اتخاذ القرار المناسب. ولا ننسى أن كل خيار يجب أن يكون له راسونال، أي تفسير وتبرير، لماذا هذا الخيار أنت تعتبره حلا للمشكلة وتعتبره أخلاقيا. Step 7، الخطوة ما قبل الأخيرة، Implement the decision. Put the selected decision into action. For a proper and effective execution of the decision, three things are very important. إحنا اخترنا التشويس المناسب واعتبرنا إنه هذا القرار حل هذه المشكلة ويعتبر أخلاقيا. فتطلب المرحلة التالية أن يتم وضع هذا القرار تحت التنفيذ. Put into action. Act or implement the decision. لكن حتى يتم تنفيذ هذا القرار بطريقة صحيحة يتطلب ذلك التأكد من ثلاثة أمور هامة جدا. First, a proper and effective communication. الكلام واضح، لازم يكون عندي طريقة صحيحة وفعالة للتواصل مع الستيك هولدرز، مع الأشخاص المتأثرين بهذا القرار. وتحت كلمة communication يجب وضع ألف خط، أي تتضمن اختيار وقت مناسب، سوف نتحدث عنه هذا الخيار، وأيضا التكلم بطريقة لبقة واحترام مشاعرهم وما إلى ذلك، والتعاطف معهم أيضا. Second, acceptance of decision by the stakeholders is important. يعني أنا قبل ما أتشاطر وأروح أحط هذا القرار تحت التنفيذ، أعمل لهذا القرار implement execution، لازم أكون حصلت على informed consent،
لازم أكون حصلت على موافقة الستيك هولدر على هذا القرار، لأنه الستيك هولدرز زي ما احنا عارفين إنه هم المتأثرين بهذا القرار، لذلك موافقتهم شيء أساسي من أجل تحقيق هذا القرار والوصول إلى الغاية المنشودة من هذا القرار. 3. Correct timing in the execution of the decision. وهي طبعا أمر مهم جدا جدا لا يقل أهمية عن سابقه. Correct timing، لما بدي أحكي عن الوقت المناسب قبل ما أقوم أنا بتنفيذ هذا القرار، يجب أن أدرس هذا القرار جيدا، مع أنني قد درسته في الخطوات السابقة، ولكن يجب أن أدرسه من ناحية تايم، من ناحية توقيت، الوقت الذي يجب أن أتحدث به مع المريض أو زويه، وأيضا مراعاة الحالة النفسية للمريض، مراعاة حالات الفرح والسرور أيضا للمريض. لا آتي وأتحدث مع المريض وحوله أشخاص آخرين أو مع زويه، ألا أتحدث مع المريض في وقت هو متألم وما زال ألمه حيا كما نقول. لذلك نقول يجب اختيار الوقت المناسب ودراسته أيضا جيدا، لأن اختيار الوقت المناسب للتنفيذ يؤثر على عملية التنفيذ، لأنه في حال تنفيذ هذا القرار في وقت غير مناسب يمكن أن يؤدي إلى تدهور الحالة النفسية للمريض وذويه أو غيرهم، ويمكن أن يعرقل سير هذا القرار. Finally, step 8، الخطوة الأخيرة، evaluate and review the decision. في هاي المرحلة أنا أخذت القرار، بدأت بتنفيذ هذا القرار، بتبقى علي إني أواصل الإيفاليويشن لهذا القرار، أواصل التقييم والمراجعة لهذا القرار. Once you have made your final decision and put it into action, it is necessary to evaluate the decision and the step and the steps you have taken to ensure that it works. This final step is probably just as important as step one. طبعا الخطوة الأخيرة بنفس أهمية الخطوة الأولى، وهنا أنوه وأكرر أن جميع الخطوات مهمة جدا، ولا خطوة منهم تقل أهمية عن الأخرى. If not more important, because it will help you to further develop your decision making skills for further problem. طبعا تعقيبا على الكلام اللي أنا حكيت أنه أي خطوة في الخطوات هذه مهمة، أيضا هذه الخطوة تكمن أهميتها في أنها تساعد الشخص على تقوية مهارة صنع القرار وتقوية مهارات أخرى، وتعطيه بعض النصائح الغير مباشرة أو المباشرة والمحطات المهمة في صنع قرار آخر في مشاكل أخرى، أي يصبح عند هذا الشخص decision maker experience. زي ما احنا بنعرف انه مرة على مرة طبعا الشخص يرتقي بقراراته. Remember, this step requires some patience and it can also encourage perseverance. Why? ليه هاي الخطوة بتتطلب مثابرة واجتهاد؟ Because it may take some time to see the final outcome. طبعا أنا مش بمجرد إني أنا أحط هذا القرار تحت التنفيذ هوب تاني يوم رح ألاقي نتائج هذا القرار، رح أصل للخطوة النهائية وإني أنا حليت المشكلة، لا طبعا، حتى أصل إلى desired outcome النتائج المرغوبة، حتى أصل إلى النتائج المرغوبة عملية تنفيذ القرار تأخذ بعض الوقت طبعا، لأنه الوقت أمر مهم جدا.
some time to see the final outcome. Recognizing that if the first decision is not working, you may have to go back to step four and choose another option. طبعا إذا أنا قمت بتنفيذ هذا القرار الذي ارتأيت أنه هو الصحيح سواء أنا أو جميع الأشخاص الذين يكونون هذا الجروب or المالتي ديسيبلينري تيم، ولكن عند تنفيذ هذا القرار ومراجعته وجدنا أن هذا القرار فشل في تحقيق المراد، فشل في تحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذه، نعود إلى الخطوات السابقة وبالأحرى إلى الخطوة الرابعة ونختار قرارا آخر من ضمن الألترناتيف حتى نستطيع حل هذه المشكلة. طبعا هذه الخطوات كما تحدثت سابقا تم أخذها من كتاب للتمريض وبالخصوص من شابتر يدعى Ethical Decision Making Guidelines and Tools. وهذه السلايد تعرض الخطوات بشكل مفصل أو بشكل موجز كما هي وكما تم عرضها في الكتاب، حيث أن هذه الخطوات يطلق عليها اسم Blank Ethical Decision Making Matrix. Practice or application. أي application for ethical decision making. سوف أقوم بعرض سيناريو وتطبيق الخطوات السابقة واتخاذ قرار أخلاقي بحسب الخطوات التي ذكرتها مسبقا. سيناريو: أحمد is 16 years old with terminal brain cancer at age of 10 diagnosed by glioblastoma multiforme. Ahmed's parents didn't want him to know he was dying, and they forbid the nurse and physician to tell him anything unless the parents were in the room. And they didn't allow any conversation about his terminal condition. In this point, ethical issues appear. When asked him by staff, Ahmed seemed to agree with his parents' decision in the past, but recently he began to initiate conversation with night nurse when his parents were not in his room. One night Ahmed was agitated and asked to speak with his physician and nurse without his parents. His parents very upset but respect him and left room. Ahmed shared with physician and nurse some information about his diagnosis and asked physician directly, "Am I dying?" The nurse and physician wondered what they should do. هذه هي القضية التي سوف أقوم بتلخيصها بعد قراءتها لكم بطريقة بسيطة جدا. أن هناك مريض يدعى أحمد تم تشخيصه بمرض برين كانسر على عمر 10 سنوات، و أخذ العلاج والكيماوي وقضى بعض الفترات في المستشفيات حتى أصبح عمره 16 عاما، ولكن والديه لم يحدثاه عن ذلك المرض أي الكانسر وما هي إصابته وما التشخيص النهائي له وأيضا ما هي تبعيات هذه المرض أي prognosis of brain cancer or glioblastoma multiforme. ولكن أحمد قام بالدخول إلى الإنترنت
بعد أن سمع هذا التشخيص وبطريقة أو بأخرى سمع هذا التشخيص، وبعد دخوله إلى الإنترنت لقد حصل على المعلومات الكافية والوافية حول هذا المرض وأيضا حول تبعيات هذا المرض والبروغنوزيس لهذا المرض. لذلك كان يعتقد أن الموت قادم لا محالة، وأنه في مرحلة كما تحدثنا سابقا في محاضرة الديس أند داينج، وأنه في مرحلة داينج. لذلك لقد طلب رؤية الطبيب والمعالجة أو الممرضة وحدهم دون أهله، لأنه كان دوما يوضح أنه موافق لقرارات أبويه ولكن في داخله غير ذلك. وعندما طلب رؤية الطبيب والممرضة سألهم السؤال التالي: هل أنا أموت؟ وفي وسط ذهول الطبيب والممرضة أمام هذه القضية الأخلاقية والقرار الذي سوف يقومون بأخذه بحق هذا الطفل أو هذا المراهق، وكيف سوف يتحدثون إليه ويدلون إليه بالحقائق هذا المرض، هذه هي القضية. دعونا نعود إلى الخطوات ونسير بها خطوة خطوة حتى نصل إلى قرار أخلاقي مناسب. بداية identify the ethical problem. طبعا أصبحت المشكلة الأخلاقية واضحة، وهي: هل يقوم الطبيب أو الممرضة بالحديث عن موت أحمد وإخباره بالحقائق أم لا؟ 2. collect relevant information. طبعا قبل الإجابة يتطلب من الطبيب أو الممرضة جمع المعلومات الكافية والوافية حول أحمد وزويه، والاطلاع على الورقة الموقعة من زويه بين زويه والمستشفى حول قوانين المستشفى وأدبياتها وما الذي يجب إخباره لأحمد. وأيضا لا ننسى جمع القيم التي يؤمن بها جميع الأطراف في هذه الحكاية أو القضية. 3. identify the affected parties or stakeholders. طبعا مين إن الستيكهولدرز في هاي القضية أو في السيناريو الموضح؟ patient أحمد، parents or his parents mom and dad، hospital، physician and nurse. 4. identify alternatives. طبعا بدي أحط البدائل المناسبة اللي ممكن أنا أختار منها قرارا أخلاقيا. على سبيل المثال دعونا نضع بعض القرارات: إخبار أحمد بمرضه بما أنه يعلم جميع المعلومات حول مرضه ويعلم التشخيص الصحيح وأيضا تبعيات هذا المرض وأنه ميت لا محالة، هذا كقرار أول ولا أظن أنه أخلاقيا، حتى ولو كان أحمد بعمر 16 عاما فهو لا زال طفلا، حيث أن منظمة الصحة العالمية تقول أن عمر الطفولة 18 عاما وأدنى. الخيار الثاني الذي ممكن أن أضعه هو العودة إلى والدي أحمد وإخبارهم بهذه المشكلة وبطلب أحمد وسؤاله ودراسة الأمر معهم قبل التفوه بأي كلمة لأحمد. البديل الثالث الذي ممكن أن نضعه في الحسبان وهو الرجوع إلى الإدارة و
مشاركتها هذه المعلومات ومشاركتها ما طلبه أحمد ومراجعة النصوص الأدبية للمستشفى حتى نستطيع اتخاذ القرار المناسب، لأننا في حال اتخذنا قرار إبلاغ أحمد دون الرجوع إلى والديه كما سنرى في الخطوة التالية وهي التبعيات، سوف يلحق بالمستشفى الضرر، حيث أن من تبعيات إخبار أحمد دون الرجوع إلى والديه أو المستشفى هو إلحاق الضرر بالمستشفى، لأن هناك informed consent موقع عليها من قبل المستشفى وأهل المريض. وهناك قرار رابع يمكن اتخاذه، وهو سؤال أحمد وتمويهه ومعرفة لماذا يريد الإجابة على هذا السؤال من خلال سؤاله لماذا تريد معرفة ذلك، وسؤاله من أين سمعت ذلك ومن أين حصلت على هذه المعلومات، وأيضا سؤاله كيف ولماذا تريد هذه المعلومات، وبماذا سوف تؤثر عليك هذه المعلومات على أساس كسب بعض الوقت قبل إخباره بأي شيء دون الرجوع إلى والديه والمستشفى. الخطوة الخامسة Identify the consequence. طبعا بعد ما شفنا البدائل الأربعة لازم إنه إحنا نحط لكل بديل منهم إيجابياته وسلبياته، نشوف التبعيات البوزيتيف والنيجاتيف لكل قرار منهم. ستة Make the best decision. طبعا هنا بعد ما شفت التبعيات بدي أختار القرار اللي أنا برتأي إنه هو أفضل قرار أخلاقي يمكن أن أخذه بحق أحمد وزويه. وأيضا لا ننسى أن المستشفى والطبيب والممرضة من ضمن الأشخاص المتأثرين بهذا القرار، وأنهم ستيك هولدرز حتى ولو كانوا ثانويين or indirect. سبعة Act or implement the decision. القرار اللي أنا أخذته بإني أسأل أحمد عن كيفية حصوله على المعلومات وما أهمية هذه المعلومات لديه وكيف يفكر وما الذي يراه مناسبا وهذه الأمور كلها وماذا يعني له هذا المرض. أذهب وأضع هذا القرار تحت حيز التنفيذ عن طريق بعد سؤال أحمد هذه الأسئلة جميعها ووعده بأن يتم التحدث معه مسبقا لظهور أمر طارئ. أذهب وأتحدث مع زويه ومن ثم مع إدارة المستشفى لمباحثة القرار، وبهذه الطريقة أكون قد وضعت القرار تحت حيز التنفيذ، وهو القرار الرابع الذي ارتأيت أنه best decision. طبعا بعد التداول ما بين المستشفى وذوي المريض والممرضة والطبيب ومعرفة ما رأوه مناسبا وإذ به اعتبار أحمد بالغ راشد وأنه مريض ومن حقه المشاركة في اتخاذ القرارات التي تخص حياته وبالأخص صحته العامة مع مراعاة والديه وتبسيط الأمور إليه بالحد الذي يستطيع فهمه طفل بعمر 16 عاما ومراعاة نفسيته بالخصوص. نصل للخطوة الأخيرة Evaluate and Review the Decision. بعد ما أخبرنا أحمد بالطريقة البسيطة ودون إيلامه أو تسبيب الألم له أو لزويه ومباحثة هذا القرار وجميع تبعياته ووضع القرار هذا تحت التنفيذ، أذهب وأرى ما إذا كان هذا القرار صائب. على سبيل المثال بعد إعلام أحمد بالأمر ومضي فترة بسيطة لنقل أسبوعا، أذهب وأرى أحمد وأتحدث معه وأعلم ما هو تأثير قراري عليه وعلى ذويه. ودعونا لا ننسى أن قرار أو التحدث مع مريض أنه في مرحلة الموت
يعني أمرا صعبا جدا ويصعب تقبله في بعض الأحيان، ولكن من خلال السيناريو الذي تم عرضه نرى أن أحمد جمع المعلومات الكافية حول مرضه وقادر على اتخاذ القرار. وأيضا سؤاله للطبيب والممرضة بهذه الطريقة يظهر أنه متيقن بأن الموت آت لا محالة، وأنه راض كل الرضا بما كتبه الله له، أي أن هناك acceptance، رضا وموافقة. بهذه الطريقة نكون قد عرضنا السيناريو وتطرقنا إلى الخطوات خطوة بخطوة، ووضعنا القرارات ووضعنا القرارات جميعها، ومن ثم اخترنا القرار المناسب وطبقناه وقمنا بإعادة التقييم له مرة أخرى على أساس هذا السيناريو. وبذلك ننتهي من التطبيق لصنع القرار الأخلاقي. ولا ننسى كلمة الأخلاقي، أي أنه يجب دراسة القرار من جميع النواحي قبل اتخاذه. ونصل إلى نهاية المحاضرة أو الفقرة الأخيرة من هذه المحاضرة، Obstacles to Ethical Decision Making. سوف أعرض هنا بعض التبريرات أو المبررات التي نضحك بها على أنفسنا عندما نصنع القرارات ونرى أنها صحيحة ونريد أن نبررها لأنفسنا دون العودة إلى ماهية هذه القرار وتأثيراته. Rationalization. بعض هذه التبريرات: 1. If it's necessary it's ethical. لما أجي أقول إذا كانت هي ضرورية فهي أخلاقية، يعني كأني بحكي الغاية تبرر الوسيلة، يعني الغاية تبرر الوسيلة مصطلح واضح وجميعنا نعلمه، أن عندما يكون في نفسي غاية محددة وأريد الوصول إليها يمكنني أن أصل إليها بأي طريقة، سواء وضعوا تحت كلمة سواء ألف خط لأن ما يليها مهم جدا، سواء كانت أخلاقية أم غير أخلاقية، وهذا بحد ذاته خاطئ، لأنني بهذه المقولة أبرر للقرارات غير الأخلاقية. ثانيا: If it's legal and permissible it's proper. إذا كان هذا القرار مشروع وقانوني فهو صحيح، وهذا أيضا أمر خاطئ وتبرير للقرارات الغير أخلاقية. ثالثا: It's just part of the job. حيث أن الأشخاص الذين يستخدمون هذه القاعدة، وهي قاعدة It's just part of the job، هي فقط جزءا من وظيفتي، أو يبررون بها يعتبرون أن الأخلاق تنقسم إلى قسمين: أخلاق شخصية هو ملتزم بها بينه وبين نفسه، أو دعونا لا نقول بينه وبين نفسه لأنه غير معتقد بها، دعونا نقول ملتزم بها بينه وبين الأمور العادية أو أمور الحياة الطبيعية، وليست في زمن الكوارث أو في مرحلة اتخاذ القرار الصحيح. وأخلاق أخرى، القسم الآخر، وأخلاق مهنية، أي أنه يتعامل في بيته بأخلاق وفي العمل بأخلاق. رابعا: It's all for a good cause. يعني كل ذلك من أجل قضية جيدة. ويستخدم الأشخاص هذا التبرير عندما يسعى الإنسان إلى هدف نبيل، ف
فيذهب إلى استخدام هذه القاعدة من أجل تفسير الخداع وتضارب المصالح من أجل الوصول إلى هذا الهدف. وذلك يعني أننا نعود إلى رقم واحد، أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن طالما أن نيتي سليمة وهدفي صحيح فإن كل ما يوصلني إلى ذلك صحيح ويمكنني فعله. خامسا، I was just doing it for you. ودعوني أقول هنا أننا نضحك على الآخرين بهذه العبارة، أنا أفعل ذلك فقط من أجلك. عندما ويستخدم الأشخاص هذا الترشيد أو هذا التبرير عندما يرغبوا في حمايتك من تجاهل، عندما يرغبون في حمايتك من معلومات معينة أو من حقائق يمكن أن تؤذيك، ويستبدلونها بحقائق أخرى زائفة، ولكن هذا شيء خاطئ، لأن كل شخص من حقه أن يعلم بالحقائق وأن يقيمها من وجهة نظره هو. سادسا، I am fighting fire with fire. وهنا نقول أنه يحارب النار بالنار، أي أنه في هذا التبرير يمكن أن يضع أو يحول نفسه إلى رماد فقط حتى يواجه السيء بالسيء، وذلك أيضا خاطئ، لأنه ليس كل شخص يتعامل بغير أخلاق يجب علي أن أتعامل معه أيضا بغير خلق، بالعكس يجب أن أتعامل بأخلاقي ونقابل السيئة بالحسنة كما ينص عليه ديننا الإسلامي. سابعا، It doesn't hurt anyone. وفي هذا التبرير يقولون أنه عندما أنا فعلت ذلك القرار أو اتخذت هذا القرار أنا لا أؤذي أحدا ولا أضر أحد، أي أنه يستخدم هذا الترشيد لتبرير سوء سلوكه، ولكن حتى وإن كان لا يضر غيره أو يؤذي الآخرين فإنه يؤذي نفسه. سابعا، everyone doing it، الجميع يفعل ذلك. والفكرة هنا وفي استخدام هذا الترشيد أو هذا التبرير أن بعض الناس تظن أن عندما يفعل الجميع ذلك فإنه علي أنا أيضا فعل ذلك، وكأن الأعداد والأرقام في فعل السلوك الخاطئ حماية لي ولهذا السلوك، وطبعا هذا أمر خاطئ. ثامنا، It's okay if I don't gain personally. هذا جيد طالما حتى ولو كان لا يحقق لي مكسبا شخصيا. وغالبا ما يستخدم هذا التبرير عندما تكون المصلحة للمؤسسة أو لأشخاص آخرين وليس لي أنا، وأنا فقط أقوم بفعل هذه المصلحة من أجلهم وليس من أجلي، فإن ذلك لا فيقولون أنه لا بأس إن قمت بذلك. تاسعا، I have got it coming. وأخيرا، It's just politics. إنها مجرد سياسات، أي أنني أفعل سوء الخلق أو أتخذ بعض القرارات غير الأخلاقية والمجحفة بحق الآخرين والتي يمكن أن تسبب الأذى لغيري لأن هذه هي السياسة. وفي هذا السلايد نكون قد تعرضنا إلى المعيقات لاتخاذ قرار أخلاقي، وقد قمنا أيضا بتوضيح هذه التبريرات وماهيتها، وبذلك نكون قد اختتمنا محاضرة Ethical Decision Making بهذا المقطع من الفيديو، الذي أتمنى من الله أن يصلكم وأنتم في دوام من الصحة والعافية، ومرة أخرى كل عام وأنتم بخير.